عادة هذا المعسكر هو 14 يوم، هو معسكر برمجي يدرب الشباب العراقيين على برمجة تطبيقات ومواقع بصورة احترافية. الواقع الحالي انه تقريبا موجود النساء بالسوق العمل البرمجي، فلذلك احنا نسعى انه نرفع هالنسبة عن طريق فعاليين في الكود لاب. عندنا شركاء توظيف نعرف النساء اللي شاركوا ويا ذول الشركات حتى يصير عندهم فرص عمل بالمستقبل. هو اصلا كلنا مبرمجين، البرمجة خصوصا مجال العمل شيء كلش مهم ان يكون عند الشخص، لان حاليا المستقبل هو عباره عن كل اشياء الكترونيات، فواحد يحتاج يعرف يتعامل وياها. دائما الشركات تحتاج تطور، ما تقدر شركه تستمر اذا بدون تطور، فخصوصا البرمجه اللي هي طول الوقت هي بتطور. فيعني من واحد يكتسب هالشيء كلش من وقت راح يقدر يسيطر على مستقبله. هذا المعسكر هو يعني الفرق عنه عن باقي المعسكرات انه التدريب راح يكون مكثف اكثر من غيره، راح يكون تطبيق عملي مباشر، يعني المدرب يشرح الطالبه تطبق، اضافه الى ذلك انه التقنيات حديثه والتعليم راح يكون مستمر حتى ولا كود لاب. هم عرفونا بالمواضيع ستيب باي ستيب، وعلى كل شغله وكل معلومه احنا طبقنا عليها الشيء، لذلك تطبيقاتنا بدات بشيء صغير وبدات تكبر ونعدل عليها، وهذا الشيء يمكن ما كنت حاصله لو اني متعلمه عادي. كانوا يعلمونا في شيء اسمه البيست براكتس، لان البرمجه اي واحد يقدر يبرمج، اكو عده اساليب، بس هم يعلمونا الاسلوب الاصح والاسلوب الافضل اللي يريدوه بالسوق. يعني انا بظرف 14 يوم اقدر اصمم موقع كامل، مو بس واجهه او مو بس يعني برمجه اللي ما تظهر للمستخدم، فشيء يكون كامل. فاحنا اشتغلنا بالبدايه على الواجهه وتعلمناها، وبعدين بدينا نشتغل على الفشي اللي اسمه سيرفر سايد، وبعدين ربطناها بداتابيس على مود كلها تنجمع سوا وتطلع مشروع متكامل.